هل كلمة ثالوث اصطلاح موجود في الكتاب المقدس؟ العقيدة موجودة؟ ماذا نعني بكلمة أقنوم؟ مميز غير منفصل، distinct not separate. بحسب هذا الإطار منقول عشان نستوعب مفهوم الثالوث احنا محتاجين، او الوحدانية عموما محتاجين نتحرك في أربعة أبعاد. اولا نوعية الوحدانية، معنى الوحدانية، أساس الوحدانية، وأخيرا وليس آخرا طبيعة هذه الوحدانية. نوعية الوحدانية، قد نتفق على أن الله واحد ونختلف على نوعية تلك الوحدانية. نتحرك بنوعية وحدانية مجردة، اثنين وحدانية الفرد، وحدانية مطلقة، والنوع الثالث وحدانية الجامعة المانعة، الوحدانية في ثالوث. لما نقول كلمة ثالوث ماذا نعني بهذا الاصطلاح؟ أن الله في الجوهر. التعددية تحصل في الجوهر أم في الأقانيم؟ في هذه المرحلة نقدم تصريح، هل الوحدانية في ثالوث تصور منطقي عقلاني؟ وهنا اسمحوا لي أعيد صياغة بعض المفاهيم. إياكم أن تعتقدوا أن الله غير منطقي. هي جملة كثير بسمعها بصدق، ما كنت أفهمها منكم كمسيحيين قبل ما أخذ قرار بالالتزام. سؤال، ما هو عكس الإيمان؟ عيان. عندما يكون العيان حاضر لا يكون للإيمان مكان. أآمن بإشو ما أنا شايف. ليس عكس الإيمان منطق. هذا تداخل بالمفاهيم مرعب. حتى في إطار المعجزات، إذا كان الطرف الثاني في العلاقة والارتباط هو الله، ذلك الإله المقتدر كلي القدرة كلي الوجود، يستطيع أن يقوم بالكثير في إطارات تتجاوز حتى التصورات الوجودية الفيزيائية والكيميائية. إياكم أن تعتقدوا أن هناك مفاهيم مسيحية غير منطقية. قوانين المنطق الثلاثة هم قانون المنطق الأول اللي هو قانون عدم التناقض، اثنين قانون الهوية، والثالث قانون رفع الوسط أو exclude the middle. هاي قوانين وضعها الله لإدارة شؤون الحياة، وهو نفسه الذي وضعها ولم توضع ولم يجبر على إتمامها. فالله يقوم بالأشياء بمنتهى الاتساق. إياكم أن تظهروا الله بطريقة أو بدون قصد متناقض في داخله إطلاقا. حبيبي الله حبيبي في قمة الاتساق، في قمة الانسجام، في قمة التجانس، في قمة التماسك. ومن هذا الإطار أنا عم بقدم مفهوم الثالوث منطقي جدا وعقلاني ومقنع زي ما رح نشوف كمان شوي. وبالأمانة أقول الطريقة اللي استخدمتها أنا بعرف إنه هي أنتوا ما عمركم شفتوها، لأنه هي طريقة على قدي، ولكن ربنا أعطاني فيها استنارة بطريقة ما في أكثر، يعني أغلب بآخر 5 سنين في بلاد كثيرة في هذا العالم، في العالم عم بحكي من يوروب لأستراليا وأمريكا للميدل إيست بكل أشكاله. فتحملوني واحتملوني، أول جزء من المحاضرة كان إعادة تعريف المفاهيم. وقبل ما أنت إلا مفهوم آخر، حدا عنده إشكالية بمفهوم الثالوث مفهوم كلمة أقنوم؟ جينا نستخدم كلمة شخص على الله الآب، كلمة شخص على الله الابن، كلمة شخص على الله الروح القدس، ما قدرنا نطبق هذا المفهوم عليهم. لماذا؟ لأن الأشخاص مميزين ولكن منفصلين. إحنا محتاجين اصطلاح يعبر عن تميز مع. يا سلام عليكم، روعة. طيب الله واحد، هاي الجملة غامضة جدا، فعشان نقول الله واحد لازم نقول الله واحد إما أن يكون واحد وحدانية مجردة، أو أن يكون واحد وحدانية الفرد المطلقة، أو أن يكون واحد وحدانية في ثالوث. المسيحية تدعي بأن الله واحد بمعنى أن الله واحد في الجوهر ثالوث في الأقانيم. من الذي يحسم عدد الآلهة؟ أو إذا كنا كمسيحيين نؤمن بتعدد آلهة، إله واحد أو أكثر، من الذي يحسم هذا الموقف؟ واحد أو أربع أو عشرة؟ هو كم عدد
الجوهر للجواهر. لو قلت لكم في منظومة إلهية تحتوي على جوهر واحد ثلاث أقانيم، كم إله عندي؟ طب شو رأيكم نصير هلأ عشان إحنا قطعنا شوط، نصير نقول جواب كامل، الله واحد في الجوهر ثالوث في الأقانيم. لو قلت لكم يوجد جوهرين كل جوهر له أقنوم واحد، ماذا نعني بذلك؟ واحد ولا إلهين؟ ما أنا قلت لكم أقنوم واحد، كيف إلهين؟ جوهرين، أنتوا بتقيموا على أساس الجواهر، فهمت عليكم، شكراً للمعلومة. هيك القضية محسومة، قضية إله واحد أو أكثر من إله يحسمها ليس عدد الأقانيم، زي ما رح تشوفوا كمان شوي، يحسمها كم جوهر نمتلك. هذا اللابتوب واحد، لينوفو لونه أحمر، لا أعتقد في حدا عنده لينوفو أحمر في القاعة هاي. هذا واحد وأنا واحد والله واحد، هاي جملة مليانة بالغموض. ينبغي تعريف نوعية الوحدانية لهذا اللابتوب لداني سمارنة ولله، عشان هيك كلمة الله واحد غير كافية وتدخلنا في توتر فكري، ينبغي توضيحها. علشان هيك تعلمنا في المحاضرة الأولى لما نقول الله واحد نكمل الستيتمنت، نكمل الجملة كاملة. لما نقول كمسيحيين بماذا تؤمنون، ما هي الوحدانية التي تؤمنون بها، شو بنقول؟ الله واحد. تنسوش الأقانيم، لأنه عدم وجود أقانيم شيء مقلق وموتر فكريا، فلازم تكون جملنا واضحة، واحد في الجوهر ثالوث في الأقانيم. كانت أساس الوحدانية التي تقوم عليها مفهومنا المسيحي قائمة على أساس ألوهية الآب، ألوهية الابن، وألوهية الروح القدس. وأعتقد نمتلك مادة غنية قدمت لنا في من هو المسيح، المسيح من هو، من هو هذا. وهذا بالمناسبة سؤال شغل الكنيسة في القرون الأولى، صح إيهاب؟ كان دائما السؤال من هو هذا، من هو ألوهية المسيح التي تم الاعتراض عليها منذ فجر التاريخ، منذ بداية التحدي الأول للكنيسة. كانت مشكلة المسيحيين أو العالم مين هذا؟ وللأمانة هو صدى وامتداد لسؤال سأل يسوع المسيح، من يقول الناس عني أني أنا؟ مرة كنت مع ناس بوذيين في مؤتمر، بقدم لهم المسيحية وكلهم من خلفية بوذية. اتفاجأت انهم بيقدموا لي ايات كثيرة بالعشرات عن التناسخ والاستنساخ في المسيحية. نحن لا نؤمن بتناسخ الأرواح. قال لي كيف؟ كان كتابكم المقدس مليان. عنا؟ قالوا لي ورجوني. قالوا لي المسيح روح إيليا. تذكروا لما سألوا ناس، قالوا له من، لما سألهم من يقول الناس عني أنا، إحدى الإجابات كانت بأي معنى؟ قالوا لي مسيحكم ليس المسيح، هذا عبارة عن تناسخ للأرواح. الروح لازم تمر بستة مليون وثمانمائة ألف تناسخ حتى تتنقى وتأخذ حصتها من كل الألم واللذة، عندها تصير تصبح جاهزة ومستعدة للتوحد مع النيرفانا، تلك الطاقة الكونية الكبرى للعالم والكون. أوف، والمسيح من جملة تلك التصريحات. هل الوحدانية في ثالوث تصور منطقي عقلاني؟ ماذا نعني بكلمة جوهر؟ للأمانة هذا سؤال في مكانه، وعلشان هيك اسمحوا لي هلأ أقدر بكل بساطة أساعدكم نشرح بعض المفاهيم، وأكتبوها أرجوكم، رح أعطيكم إياها بس أكتبوها للتاريخ. والكلمة صار جسداً والله ظهر في الجسد، لم يكن الأقنوم الآب، من أخذ جسداً هو الأقنوم الإبن، الأقنوم الإبن الحامل للجوهر الإلهي هو الذي أخذ جسداً وحل بيننا ورأينا مجده مجداً. رح نثبت وجود الثالوث باستخدام الماهية الوجودية، طريقة جديدة قد تكون مفيدة على الأقل زي ما سمعت من البعض، وباستخدام الصفات والعلاقات. استخدام الصفات والعلاقات قضية كبرى في المسيحية وتحتاج إلى دقة في التعامل معها بأناقة روحية على مستوى عالي. استخدام الماهية الوجودية، أنتم مذكرين المشكلة صح اللي حكيناها وبدينا فيها؟ شو المشكلة؟ مع من كان يمارس الله صفاته خارج الخليقة؟ الآب
ايا كان مفهوم هذه الرسمه اذا انتم موافقين عليها او لا، لانه في رسمات او اضاحات فيجوالي، اضاحات مرئيه افضل، ولكن الامانه بعرف انه هي الاكثر انتشارا، اب ابن روح قدس جوهر واحد في ثلاثه اقانيم، ثلاثه تعينات، ثلاثه هايبوستاسس، ثلاثه هيبوستاسس. الله يباركه، في واحد ما بعرف عمكم قريتوا له، لما سالتكم اعطوني كلمه تفيد التميز مع عدم الانفصال بالارامي، حد يعطيني بالارامي ايش؟ اكنومي. اه طب باليوناني؟ بالانجليزي؟ بالعربي؟ حتى جاء عوض سمعان قدم مفهوم جميل اسمه التعين. التعين للامانه ايا كان موقفك منه يستحق المتابعة. التعين بيقول الكلام هنا عن الحديث عن الجوهر، الآب والابن والروح القدس لهم نفس الجوهر. بمعنى آخر، أنا عم بحاول أحط المعنى بحط نفس الحقيقة بمعاني مختلفة عشان أضمن أنكم فهمتوها. الآب يمتلك نفس الجوهر مع الأقنوم الابن، هذا صح ولا مش صح الجملة اللي قلتها؟ صح؟ تأكدين؟ طيب، الأقنوم الآب والأقنوم الروح القدس متساويين في الجوهر الواحد. طيب، الأقنوم الآب والأقنوم الابن متساويين في الأقنومية. لا، هناك تميز بالأقانيم صح؟ طيب، الأقنوم الآب والأقنوم الابن والأقنوم الروح القدس لهم ثلاثة جواهر، صح ولا مش صح؟ طيب اعطوني صفه جوهريه من نوع ما انتم بتعرفوها عن الله، انه مثلا كلي الوجود، كلي القدره مثلا. لو سالتكم هل الاقنوم الابن كلي الوجود؟ متاكدين؟ طيب الاقنوم الروح القدس كلي الوجود؟ الاقنوم الابن كلي الوجود؟ لماذا لهم نفس الصفات؟ لان لهم. طيب هل الأقنوم الآب أزلي؟ صح؟ طب الأقنوم الابن أزلي؟ الأقنوم الروح القدس أزلي؟ لماذا؟ لأن لهم. طيب الأقنوم الآب هو الذي تجسد صح؟ الأقنوم الآب اشترك في التجسد صح؟ الأقنوم الروح القدس هو الذي قام بعملية الفداء، صح ولا صح؟ الأقنوم الروح القدس هو الذي يتصدر سكنة في المؤمنين. نمتلك في المسيحية في العالم المدرك ستة طبائع، six natures، ستة طبائع، ورح أشرح ماذا أعني بكلمة nature، طبيعة. يوجد طبيعة تطلق عليها المادة، مادة مادية ملموسة ندركها بالحواس الخمسة، مادة مادة. في طبيعة أخرى تسمى الطاقة، power، لك الحق أن تسميها energy، لك الحق أن تسميها force، برغم اختلاف الجزئي في المفاهيم، لكن كلها في هذا الإطار تعتبر طاقة، سميها طاقة ولن نغضب من بعض يعني. في طبيعة أخرى تسمى نبات، طبيعة غير بشرية لكائن حي بلا غرائز أو دوافع. طبيعة رابعة غير بشرية تمتلك غرائز ودوافع، حيوان. طبيعة خامسة بشرية تمتلك دوافع وغرائز وتمتلك حواس خمسة وتمتلك إرادة وتمتلك عقل وتمتلك عاطفة وتتميز بأنها ذات إرادة حرة وأخلاق وضمير وعلاقات. كائن حي حر عاقل أخلاقي علاقاتي إنسان. طبيعة سادسة بحسب النص المقدس هو الله. شو طبيعة الله؟ روح. ستة طبائع بكل بساطة يتحركون بإطارات مختلفة. يلا أول تعريف أساسي، ماذا نعني بكلمة طبيعة؟ نيتشر تعني مجموعة من الصفات تميز كيان عن الآخر. الطبيعة هي مجموعة من الصفات تميز المادة عن الطاقة، عن النبات، عن الحيوان، عن الإنسان، عن الروح. ميزة كاركترستيكس، سمات، ميزات، صفات. لا يوجد أي overlapping أو غموض أو تداخل بين طبيعة المادة والنبات، لا لا، طبيعة
المادة هي مجموعة من الصفات تميز كيان عن الآخر. فصفات المادة تختلف عن صفات الحيوان، تختلف عن صفات الله الروح. لا يوجد تداخل إطلاقاً، يوجد علاقات، يوجد تداخل، لا في المفاهيم، لا. بالمناسبة هيك على الهامش، في فجر التاريخ من 2000 سنة إنجاز التعبير بطريقة غير مسبوقة غير متوقعة، كان الحوار بين الله والإنسان دائماً يدور بإطارات شخصية. الله في جنة عدن مع آدم بحوار خاص جداً يتمشى معه، فجأة الحوار تعقد، الإنسان يبتعد، يستقل عن الله ويتمركز حول ذاته، الله يتواصل، بعت ملوك، بعت قضاء، بعت أنبياء صغار، بعت أنبياء كبار، قال في النهاية أنا جاي. لأول مرة ولن تتكرر حدث اتحاد بين آخر طبيعتين، طبيعة الله الروح وطبيعة الإنسان النسوي. فجأة حدث اتحاد غير متوقع بين الطبيعة الروحية والطبيعة البشرية، بين الطبيعة الإلهية والطبيعة الإنسانية، بين اللاهوت وبين الناسوت، حدث اتحاد غير متوقع، لم يتوقع أحد أن يحدث ذلك. عفواً، اتحاد بين الله والإنسان، اتحاد بين اللاهوت والناسوت، اتحاد بين الطبيعة البشرية والطبيعة الروحية، اتحاد بين الطبيعة الإنسانية والطبيعة الإلهية. استعوني، عم بستخدم مفرداتي بدقة، إلهية مع إنسانية، بشرية مع روحية، لاهوت مع ناسوت، لا أتحدث اعتباطاً لأن الكلام دقيق. عشان هيك وانتم عم بتحاولوا تخلقوا هذا التماثل في هذا الاتحاد بين الله والإنسان، تحركوا في هذا الإطار، لاهوت ناسوت، جوهر إنساني جوهر إلهي، طبيعة بشرية طبيعة روحية. فجأة بدون مقدمات، قصدك يا داني حدث اتحاد بين بين الطاقة والمادة؟ لا، في علاقات بتربط المادة والطاقة، E-M-S-C-square، كتلة مربع السرعة، كتلة مش وزن، ماس بمربع سرعة الضوء، يتحول هذا الريموت إلى طاقة تستطيع أنها تفني بلد. في علاقات خطيرة جداً في إطارات ثيرمودينامكس بين، وهذا ما قدمه أينشتاين، الكتلة في مربع السرعة، في علاقات بتربط بين الإنسان والحيوان، في علاقات بتربط، علاقات قوية جداً بتربط بين الحيوان والنبات، بس لم يكن هناك أبداً اتحاد بين طبيعتين كما حدث في حبيبي يسوع المسيح. عندما حدث الإنكارنيشن، كلمة تجسد تعني بمضمونها، قولوها، اتحاد، انحلت. مش تحول؟ لا إطلاقاً. ما نعني بكلمة تجسد أن هناك اتحاد قد حصل، اتحاد أقنومي، هايبوستاتيك يونيون، دون انقسام، دون انفصال، دون امتزاج، دون اندماج، اتحاد دون تغيير للأبد. مرة ثانية، ماذا نعني بكلمة طبيعة؟ طيب افهموا هذا النسق الفكري، اكتبوه، النسق اللي بدي أعطيكم إياه هذا نسق يطبق على كل ما هو في الحياة. كل طبيعة ينبغي أن يكون لها جوهر، كل جوهر ينبغي أن يكون له تعينات، أقانيم، لتلك الأقانيم التعينات صفات، وللصفات علاقات. أعيدهم، هذا نسق فكري رح نطبقه بما هي وجودية على كل الطبائع. قصدك تقول لي أن هذا سوف يطبق على الله والإنسان والحيوان والنبات والطاقة والمادة، وينبغي أن يكون متسق، وإن لم يحدث اتساق تسقط النظرية كلها. لماذا يكون هيك نسق فكري الله عم بيقدم لنا إياه بملامح واجتهادات حقيقية على الأرض؟ طبيعة، للطبيعة ينبغي أن يكون لها، وللجوهر ينبغي أن يكون له، وللتعينات والأقانيم ينبغي أن يكون لها صفات، والصفات ينبغي أن يكون لها علاقات. متأكد يا داني بدك تطبق هاي الفكرة؟ يلا نجرب. اثنين، المية دي ايش طبيعتها؟ نبات، حيوان، مادة. الضوء ايش طبيعته؟ الزهرة ايش طبيعتها؟ كائن بشري، كائن بشري غير بشري بلا غرائز او دوافع.
الأسد إيش طبيعته؟ غير بشري مع غرائز ودوافع. الإنسان يسوع مثلاً، نطبق الفكرة على يسوع. يسوع إيش كان؟ اليوم حدا سألني يسوع كان جسمه إنسان عادي؟ عنده كبد وبنكرياس وأوعية دموية ودمه أحمر وبينجرح. حبيبي يسوع انجرح وعنده أكتاف ومفاصل. إياكم أن تروجوا لمفهوم آخر غير ذلك. وهو يمتلك نفس وجسد، إنسان عادي، إنسان عادي. يا رب يكون عندي وقت أشرح لكم تقنيا ماذا حدث، كيف حدث هذا التجسد، هذا الاتحاد بين اللاهوت والناسوت، بين الطبيعة البشرية والطبيعة الروحية، بين الجوهر الإنساني والجوهر الإلهي. طيب السؤال اللي بعده، ماذا نعني بكلمة جوهر؟ الجوهر هو الوجود الحقيقي لتلك الطبيعة. الجوهر هو الوجود الحقيقي للطبيعة. قصدك تقول لي إذا لم يكن للطبيعة جوهر لا تكون الطبيعة موجودة، هي أوهام، هي أحلام، هي ليست لها وجود على الأرض. الجوهر الحقيقي هو الذي يعبر عن حقيقة تلك الطبيعة. معقول؟ الأسنس اللي عم نحكي عنه، الجوهر هو الوجود الحقيقي لتلك الطبيعة. أتذكر مرة ثانية ماذا نعني بكلمة طبيعة؟ والجوهر ماذا نعني به؟ طيب ممكن نطبق هذا الكونسبت؟ أعتقد في إشي نحكي اليوم بنعمة الرب. طبيعة المي مادة، جوهر المي تحكوها H2O. الجوهر نحن لا نستطيع أن نراه. مين عمره فيكم شاف ذرتين هيدروجين مع صبية كده حلوة بنت أكسجينية، أكسجينية مشى كده لوحدها؟ مستحيل. نحن لا نرى الجوهر. طيب جوهر المي H2O، جوهر الضوء ضوئي وحراري، أنا بأخذ منه نور وبأخذ منه حرارة. جوهر الزهرة نباتي، جوهر الأسد حيواني. داني شو طبيعة داني؟ طبيعته ما قلتش جوهره، انتو حافظين مش فاهمين. يس صح، بشري. مرة تانية، طبيعة داني جوهره. اعطوني مواصفات الجوهر الإنساني مثلا. عنده عاطفة، عنده شايفين إدراك، عنده وعي، عنده أخلاق، عنده ضمير. أنت قلتوا عقل وعاطفة وإرادة وضمير، حدا عمره شاف الضمير تبعي؟ مكعبات ضمير مثلا، شفت؟ لن تستطيعوا أن تروا الجوهر الإنساني، الضمير، العاطفة، العقل، الإرادة، الأخلاق. حدا شاف أخلاق؟ حد عمره شاف إرادة؟ لا. أعطوني مواصفات إيش جوهر الله؟ إلهي. مواصفات الجوهر الإلهي، كلية القدرة، كلية الصلاح، كلية المعرفة، كلية الوجود، كل ذاتي الوجود، أزلي، سرمدي، أبدي، كلها تصريحات بتخص الجوهر الإلهي. ماذا نعني بكلمة طبيعة؟ ماذا نعني بكلمة جوهر؟ الوجود، الوجود الحقيقي لتلك الطبيعة. ماذا نعني بكلمة تعينات في هذا السياق أو أقانيم؟ اكتبوا، هو الوجود الفعلي لذلك الجوهر الحقيقي لتلك الطبيعة. الجوهر الفعلي، نحن لا نتعامل مع الجوهر، نحن نتعامل مع التعينات. تفضلوا في الجدول بصيغته الكاملة كيف مكتوب. طبيعة المي، جوهر المي، تعينات المي، سائل، صلب، غاز. طب يلا رح أفاجئكم، أكيد رح تغلطوا معي هلا. ما هو جوهر المي في الحالة السائلة؟ H2O. طيب يلا هلا رح تغلطوا.
ما هو جوهر المي في الحالة الغازية؟ نفس الجوهر. طب ما هو جوهر المي في الحالة الصلبة؟ نفس الجوهر. نحن لا نتعامل مع الجوهر، نحن نتعامل ونعاين التعين. يا عيني عليكم، إما بتكون مي سائلة أو بتكون مي صلبة أو بتكون المي في حالة غازية. رح يجي واحد مهندس يقول لي يا داني بس مثلك المثل عندك ناقص. بقول له ليش؟ بقول لي إنه داني المي إما أن تكون سائلة وإما أن تكون غازية وإما أن تكون صلبة، ولا يمكن أن تكون كل تلك التعينات معا مع بعض. قلت له أنت مهندس؟ قال لي لا. قلت له تفضل احضروا، في إشي بنسميه تريبل بوينت. من عمره سمع فيها؟ أيوه هو ده تريبل بوينت، النقطة الحمراء على ضغط معين وحرارة معينة تجتمع كل التعينات، كل الحالات معا في نقطة واحدة. بتكون نفس النقطة على ضغط معين وحرارة معينة، صلب وغاز وسائل مع بعض في حالة زي البلازما. نزل الضغط تتحول إلى غاز، ارفع الضغط تتحول إلى سائل، نزل الحرارة في منتهى السرعة صلب. أنا عم بحاول أجيب أمثلة وجودية أقولكم كيف يمكن أن تكون هناك تعينات للمي. مرة ثانية، كم مادة عندي أنا هون؟ مادة واحدة ولا مادتين؟ من الذي يحسم كم مادة؟ عدد؟ أيوة، عدد الجواهر. عندي جوهر واحد اسمه H2O. طول الوقت الحوار قائم بهاي الطريقة. تعالوا نطبق هذا المشهد على الضوء. الضوء شو طبيعته؟ طاقة. شو جوهره؟ نور وحرارة. شو أقانيمه؟ مين بيعرف هاي المعلومة؟ هذا علم يعني. يا سلام عليك يا أستاذ. waves و particles. معقول؟ لا 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 لا، أنا بدي إثبات علمي لأن اللي بتقوله خطير. قصدك تقول waves تستطيع الضوء ينحني من وراء العمود و particles يتحرك في خطوط مستقيمة. إحنا محتاجين 8 دقائق وشوية ثواني حتى ينتقل الضوء من الشمس إلى الأرض، لا يتحرك بإطارات waves، يتحرك بإطارات particles ليسير في خطوط مستقيمة. إثبت ذلك علميا. تفضلوا، هاي تصريحات علمية جميع العلماء في العالم. طبعا أنا عم جبت أي statement لأنه هاي جملة معروفة جدا، أن الضوء مع بعض اتحاد waves و particles، أمواج وجزيئات معا. نحن لا نتعامل، اسمعوا، مش معقول، تعينات الضوء particles بتخليها تمشي بخطوط مستقيمة وويفز تجعلها تنحني من وراء الأعمدة، من وراء واو. شوفوا الويفز البارتيكلز تسير في خطوط مستقيمة، الويفز بتخليها تتحرك من وراء الأشياء. من جديد أنا عم بحاول أطبق نفس النسق الفكري. ذكروني بالنسق الفكري مرة ثانية. طبيعة، للطبيعة ينبغي أن يكون لها جوهر، وللجوهر ينبغي أن يكون له، والتعينات ينبغي أن يكون لها، والصفات ينبغي أن يكون لها. بس تعالوا نطبق من جديد، تعالوا نطبق على الإنسان عشان أستعجل بالوقت. بس الإنسان داني سمارنة، ما هي طبيعته؟ بشرية. أيوة. جوهره إنساني. تعيناته على فرض نفس وجسد أو نفس وروح وجسد، مش وقتي هلأ أدخل بالتفاصيل هاي. لهذه التعينات صفات وللصفات علاقات. دائما هاي الصفات، للأمانة أقول كلمة حق، للأمانة أنا بعرف أنه هي تتبادر إلى ذهن البعض، لا أمتلك مثل يستطيع أن يقدم الثالوث بطريقة، للأمانة ما فيها بصدق. عم بقول هيك صح؟ لا يوجد مثل، ولكن للأمانة أعتقد، وهذا إذا بتعتبروه تجاوز لاهوتي اعتبروه، بس الله شاهد إنه نيتي صافية فيه في إطارات عصر ما بعد الحداثة. استخدامي لهاي الأمثلة بيعطينا شوية تلميح وتوضيح، يا رب ما يساء فهمي.
لا أمتلك مثل يستطيع. أنا بعرف إنه في لاهوتيين بيرفضوا هذا الاستخدام، برغم إنه الآباء كانوا يستخدموا أشياء مختلفة زي للتصريح عن التجسد، كانوا يستخدموا الحديد والنار، كانوا يستخدموا مثل العائلة أب وأب وابن، وأنا زوج وأنا ابن وأنا أب في نفس اللحظة. كانت في استخدامات، واضح إنه الآباء كانوا في إطارات معينة بيحاولوا يقربوا هذا الموقف اللاهوتي السري الذي تم التصريح فيه بالإجماع عظيم هو سر التقوى بطرق تعطي شوية تلميح للفهم. فهذا اللي عم بعمله مش أكتر. تعال نروح لله. الله طبيعته لا زبطوها. الله طبيعته روح، طبيعة داني طبيعته بشري، أيوة. المي طبيعتها يا سلام. هذا الله اللي طبيعته روح، ما هو جوهره؟ إلهي. مواصفات الجوهر الإلهي كثيرة، كلي كلي كلي، تذكروها. ما هي تعينات أقانيم هذا الجوهر الإلهي؟ يا سلام عليك. لهذه الأقانيم صفات، ولهذه الصفات، وهذا هو التصريح في إطار الماهية الوجودية. ماذا نعني بكلمة طبيعة؟ أيوة، حلو، مجموعة من الصفات تميز كائن عن الآخر. ماذا نعني بكلمة الجوهر الوجود؟ يا سلام. ماذا نعني بكلمة التعين أو الأقانيم في هذا السياق؟ الوجود الفعلي. أنا ما بعرف أتعامل مع H2O، أنا أتعامل مع الحالة السائلة اللي جوهرها H2O في صيغة سائلة. النسق الفكري اللي عم نحاول نقدم فيه الماهية الوجودية، لكل طبيعة ينبغي أن يكون لها جوهر. الجوهر لا يراه أحد قط. أنا ما بقدر أشوف جوهر. الجوهر الإنساني ممثلاً بالضمير، بالإرادة، بالعقل، بالعاطفة، لا أستطيع أن أراها. أنا أرى تعينات هذا الجوهر، قرار، موقف. تعرفوا طول الوقت، تذكروا لا يوجد فعل يقوم به أقنوم دون الآخر، اتفقنا عليها، ولكن كل فعل يتصدر أقنوم من الأقانيم. هذا التصريح رح يساعدنا نفهم ماذا يدور في ذهن الله، في عقل الله، في الله حبيبي. هو عم يتحرك، ودائما تتحرك كل تلك الصفات مجتمعة بحالة من الانسجام المتسق على كل المستويات. طبيعة، جوهر، أقانيم، تعينات، وللتعينات صفات، وللصفات علاقة. نحن لا نستطيع أن نرى H2O، نحن نتعامل مع التعينات، الوجود يا سلام عليك أستاذ، الفعلي. الجوهر هو معنى كلمة جوهر الوجود الحقيقي. لا يمكن أن يكون هناك طبيعة بلا جوهر. مستعد أقدم لكم كم عالم تحدث في الجوهر. لا يوجد طبيعة بلا جوهر، هذا نسق فكري متفق عليه على الإطلاق. ينبغي أن يكون للطبيعة جوهر، وإلا لن تكون هناك طبيعة. الطبيعة هو الوجود الحقيقي، التعين الوجود الفعلي، للتعين صفات، وللصفات. تم التعبير وفهم كيفية فهم صفات الله بثلاث طرق في التاريخ، وحدث صراع تاريخي حول فهم صفات الله في العالم. أول طريقة واجتهاد ومدرسة حاولت تستوعب صفات الله كانت ناس بيقولوا كل ما نعرفه عن صفات الله، كل صفات الله نستطيع أن نعرفها بالتمام، يعني صفاته صفاتنا. ناس قالوا لا، كل ما نعرفه عن الله هو عكس الحقيقة اللي عندنا. النوع الثالث قال نتشابه في الصفات مع الله. ناس قالوا لا تستطيع أن تعرف شيء عن الله، كل ما خطر ببالك فهو هالك والله بخلاف ذلك. أعيدها، كل ما خطر ببالك فهو هالك والله بخلاف ذلك. يستحيل، ناس قالوا يستحيل فهم صفات الله، ناس قالوا تخضع صفات الله للقدرة الإلهية، ناس قالوا إحنا المسيحيين أن الصفات فاعلة سرمدية منذ الأزل تعمل معا بانسجام. مين الصح؟ سوف نبحث ذلك قدامكم لنصل إلى مكان ما. استحالة فهم صفات الله، قالوا لنا ناس إياك أن تحاول فهم صفات الله. عفوا، كيف بدي أعبد الله وأحبه؟ كيف بدكم أركع له وأرنم له وأسجد له دون أن أدرك من هو؟
ممنوع داني. إياك أن تتساءل حول صفات الله، صفات الله لا يسأل عنها بكيف أو لماذا. تنزه الأفعال عن التوصيف، توصيف الأفعال كفر. تنزه صفات الله وأفعاله عن التوضيح. أنت مين عشان تتساءل حول صفات الله؟ إن سألت عن ذلك سوف تسحق. طب يا جماعة كيف بدي أحبه؟ كيف أقرب من إله غامض ما بعرف عنه شيء؟ تفسير الصفات مجازياً ممنوع. لا تسأل ولا تحاول أن تشبهها. صفات الأفعال كفر، صفات الأفعال لا تفهم، الصفات ليست في ذاته وليست إلا ذاته، كلام غامض جداً. الصفات ليست هو وليست إلا هو، كلام غامض. المحصلة يستحيل الإنسان أن يفهم صفات الله. بكلام آخر، كل ما خطر ببالك فهو هالك والله بخلاف ذلك. وهي مدرسة قائمة قوية جداً في العالم، يستحالة فهم صفات الله. مين أنت؟ طب كيف بدي أعبده؟ اعبده كما قدم، أعبد من غير ما تفهم. مدرسة ثانية قالت لا 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 لا، إحنا لا نستطيع أن نعبد إلا بهذه المواصفات، كل صفات الله تخضع لقدرته. وهذا مربط الفرس، ركزوا معي أرجوكم. كل صفات الله تخضع لإرادته. الصفة الوحيدة الكاملة عند الله، عند أخوي الذي يمتلك أيديولوجية قريبة مني هاي الأيام، كل صفات الله تخضع لصفة القدرة. الصفة الوحيدة الكاملة والمكتملة القدرة، وباقي الصفات تأتي في المرتبة الثانية. لذلك يقدر الله أن يغفر دون أن يكون مضطراً أن يدفع ثمن. والله غير مضطر أن يدفع ثمن، ولكن القانون الذي وضعه وهو متسق مع ذاته. وبالمناسبة الناموس والقانون في المسيحية علاقته مع الله ليست علاقة خضوع. أنا بستغرب لما مرات مسيحيين يستخدموا مثل داريوس للتعبير على القانون، أنه الله وضع قانون وهو مضطر أنه ينفذه مع أنه هو مش حاب يعمله. لا 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 لا، مثل داريوس بدانيال لا يعني ذلك. داريوس مضطر أن ينفذ قانون بعد أن تآمر عليه مجموعة من الوزراء، فأصبح مجبر على تنفيذ القانون مع أنه بحب دانيال بس مش قادر. إياكم أن تعتقدوا أن العلاقة بين الناموس بين القانون والله في المسيحية بهذا المعنى، برغم الاستخدام السيء. هذا سوء استخدام. العلاقة هي علاقة تماثل وليس علاقة خضوع. القانون الذي وضعه الله يمثل الله أخلاقيا. إياك من تعتقد أن الله مجبر على تنفيذ القانون أو أخضع له رغماً عنه عن إرادته. لا لا لا، هذا القانون يعبر عن الله. هذا القانون جزء من كينونة الله، ووضع الله بإطارات وضعية روحية وإطارات طبيعية ليخدم الإنسان. اسمعوا شو عم بقول منيح يا شعب الرب. أقول لكم مثل يمكن تستفيدوا منه. إياك من تعتقدوا أن القانون هدفه أن يقيد الإنسان. لا، هدفه أن يحمي الإنسان. امشي بالعربية بتاعتك ما تلبسش السيت بيلت، حزام الأمان. حيعمل إيه الشرطي قدامك؟ حيديك مخالفة، صح؟ منطق الأشياء أنه تصير العكس. البس السيت بيلت، وقف قدام الشرطي، حيكافئك. ليه ما يكافئنيش مدام خالفني؟ مكافأتك هي حمايتك. القانون وضع لحماية الإنسان وليس ليقيده. كذب علينا عدو النفوس واعتقدنا وجعلنا نعتقد بعد تزوير وعملية تزوير طويلة الأمد أن تلك القوانين تقيدني، حرمني مني أكل من تلك الشجرة، شجرة معرفة الخير والشر، لئلا أكون كالله. هذا تزوير. القانون بيحميني مش بيقيدني. لما أحط لابني قانون الساعة 8 ينام، هذا لحمايته وليس ليقيده. في المدرسة الأخرى بتقول أن القدرة تعلو على كل الصفات. القدرة هي الصفة الوحيدة المكتملة، وباقي الصفات في المرتبة الثانية. مدرسة أولى بتقول استحالة فهم صفات الله. مدرسة ثانية بتقول داني الصفة الوحيدة المكتملة هي القدرة، وباقي كل الصفات تتحرك في فلكها. والمسيحية ترفض هذا التصريح. هاي المدرستين
للمهتم، استحالة فهم صفات الله وأن القدرة هي التي تتوسط وتتعلو وتتفوق وتحكم وتتحكم في كامل الصفات الإلهية. طب المسيحية، المسيحية تقدم تصور مختلف تماماً. المسيحية تتحدث عن صفات تعمل بانسجام، بانسجام. هذه صفات بنسميها الأسنشل، أسنشل إنكوميونيكابل أتريبيوتس. هناك صفات جوهرية غير منقولة وصفات جوهرية منقولة. هاي الصفات الإلهية بإطاراتها المختلفة، السرمدية والحب والوجود والأومنيشنت والأومنيبوتنت، حطيتهم بطريقة أو بأخرى، راح أعطيكم إياهم علشان تستفيدوا منهم. هذه الصفات تعمل بانسجام واتساق وتماسك، وطول الوقت تعمل معا بشكل أو بآخر. عشان هيك إياكم أن تعتقدوا أن نحن نمتلك تصور مختلف غير عن هيك، وعلى هذا الأساس عم بقدم التصور الحالي بحبكته الأساسية. ذكروني قبل ما أنسى النسق الفكري اللي اتفقنا عليه. لكل طبيعة ينبغي أن يكون لها، والجوهر له، والتعينات لها، والصفات لها. شوفوا هذا الجدول ما أحلاه. مرة واحد سألني كيف يحدث التمايز بالصفات، يعني الحق حق الأب، الله الأب حقاني، والابن الحق، والروح القدس روح العقل، العاقل العقل، اللوغوس روح العقل، الفهم الفهيم، الفهم الروح الفهم والإعلام، حكمة الحكيم، الحكمة روح الحكمة. شوفوا كل واحد قادر ياخذ من الصفة ما تميزه بحسب أقنوميته، بحسب دوره الأساسي. كلهم يمتلكوا نفس الجوهر. الصفة الجوهرية حق، عقل، حكمة، محبة، حياة، المحب، المحبة، روح المحبة. مش معقول، أنا بحبه للأمانة، يعني أنا بحبه كتير، تقيل كتير، متماسك، قادر كل أقنوم ياخذ حصته الأقنومية وتميز الأقنومي من نفس الصفة، محبة، المحب، المحبة، روح المحبة. تمايز أنيق، تمايز أنيق، دون انقسام، دون انفصال، دون امتزاج، دون اندماج، إلى الأبد دون تغيير. يلا يلا نيجي للنقطة الأعقد وننهي فيها الجزئية هاي. صفات الله صفات سرمدية فاعلة عاملة، واتفقنا على هذا الموضوع. لا يمكن أن تكون تلك الصفات كامنة، تنتظر من تنتظر تلك الكائنات التي سوف يمارس الله معه معها صفاته، وإلا أصبحت تلك الكائنات ضرورة. في سؤال دائما بنسأل، أنت بتقول ينبغي أن يكون هناك علاقات تمثلها تعينات أو أقانيم تمارس الصفات معها. رح أوافق مع المنطق اللي بتقوله للناس وبتكذب عليهم فيه. يلا شو سؤالك؟ لماذا ثلاث؟ حتى تمارس الصفات تحتاج إلى طرفين. ليش فجأة خلقتنا ثلاث؟ اسمعوا المفاجأة. ولنأخذ صفة الحب مثلا، تعرفوا إذا كنت بدي أحب حالي، هذا يسمى في الإطارات الفكرية الذهنية، إذا أنا بحب حالي وما فيش غير حالي يطلق عليه egocentric love، حب مركزي، هذا حب مرضي. طيب لو ما فيش غير أساف، ما فيش غير وأحبه وحبيته، هذا يسمى exclusive love، حصري. يا عين عليه، ما بحبش حد إلا أنت، يعني مجبر أخاك لا بطل، ما فيش غيرك، أساف أساف. ولكن حتى تكون المحبة في صيغة كاملة تقبل، ينبغي أن يكون على الأقل طرف ثالث. وإذا كان طرف ثالث سوف تصبح تلك المحبة inclusive love، محبة شاملة. داني، لماذا لا يكون بس محبة بين اثنين؟ لأنه ينبغي أن تكون تلك المحبة وممارستها كاملة. وكيف تكون كاملة؟ كالآتي، اسمعوا الجملة واكتبوها. ينبغي أن تتم الصفة ينبغي أن تتم الصفة، الفعل يتم ممارسته مع نفسه وبالتبادل مع آخر. أعيد الجملة. يلا حاضر حاضر. حتى تكون الصفة كاملة للفعل، ينبغي أن يتم الفعل مع نفسه وبالتبادل مع آخر. ماذا يعني ذلك؟ أساف، اسمك ايه سوري؟ مراد. مراد أساف داني، عشان نقول صفة المحبة كاملة، لن تكون صفة لحالي لوحدي اسمها ايش؟ ايجو سنتريك، ومع أساف لوحده اسمها
اكسكلوسيف لوف، ليس ما فيش غيره، واذا كانت مع مراد تتحول المحبه لانكلوسيف. ولكن حتى تكون صفه المحبه ممارستها كامله ينبغي ان تتم مع نفسها وبالتبادل مع اخر. شوفوا شو يعني. داني بحب اساف، داني الفاعل، اساف مفعول به، اساف بحب داني هو الفاعل وانا المفعول به، انا واساف فاعل بنحب مراد، مراد بحبنا هو الفاعل وانا المفعول به، انا ومراد بنحب بعض، انا الفاعل انت المفعول به، هو بحبني هو الفاعل انا المفعول به، انا ومراد بنحب بعض وبنحب اساف، احنا الفاعل هو المفعول به، هو بحبنا هو الفاعل واحنا المفعول به، مراد واساف بحبوا بعض، هم الفاعل هم المفعول به. وعلى ينبغي أن تتم الصفة بالتبادل مع الآخر ومع الفعل ذاته، وهكذا تكتمل الصفة وتكون الصفة perfect. بحبوا بعض فاعل مفعول به، عشان قلت لكم من البداية ترنيمة أغسطينوس الكل في الكل والكل في واحد والواحد في الكل وكل واحد في كل واحد والكل. بس ينبغي أن يتم، لاحظتوا شو اللي صار؟ تم الفعل بالتبادل في إطار يسمى inclusive love وليس الاكسكلوسيف وليس الايجو سنتريك لوف. السؤال بيجي بهذا الاطار، ماشي يا داني رح امشي معك، لماذا ثلاث على الاقل؟ قصدك تقول لي ليش مش اربعه؟ رح يكون سؤالي لماذا تريد ذلك؟ اذا الصفه تمت بالتبادل ومع نفسه ومع الاخر واصبحت كامله، لماذا تبحث عن رقم اربعه؟ إيه بدي أوصل لكمال الصفة، ما أنت وصلت لها بالثلاث. بدي تم بطريقة بيرفكت، ما هي تمت بطريقة بيرفكت مع نفسه وبالتبادل مع آخر. سؤال رقم أربعة سؤال غير مقنع وسؤال جدلي ليس له غاية. اسمعوا، أعطوني غاية البحث عن رقم أربعة. وبالمناسبة إياكم أن تعتقدوا أن رقم ثلاثة استنتاج مني، هو يا سلام هذا أولاً هو إعلان. أنا اللي عم بحاول أعمله معكم في عصر ما بعد الحداثة إنه نمسك هذا الإعلان نشوفه هل هو منطقي مقبول ذهنياً؟ صدقوني منطقي ومقبول ذهنياً بإطارات مختلفة. طيب سؤال آخر، على الأقل ثلاثة فهمناها، طب لماذا على الأكثر ثلاث؟ تحدثنا في الإصطلاحات والمصطلحات، فهل الأول والثاني والثالث هذا الترتيب هل له أي معنى؟ للأمانة أقول عندما نتحدث عن طبيعة الوحدانية سوف نتحدث عن طبيعة الترتيب. في بالله طبيعة الوحدانية تخضع لمجموعة من المفاهيم، مفهوم يسمى السكن المتبادل البيريكوريسس، ومفهوم أنا عارف أنه رح يربككم شوي، هو مفهوم تواضع الله. في عند الله صفة أساسية اسمها التواضع. أحياناً بتلاقوا الأقنوم من الأقانيم يقدم بمفهوم زي الأقنوم الابن، عندما أخلى نفسه أخلى نفسه بإرادته. بالمناسبة كلمة أخلى نفسه، عشان أقدر أجاوب هذا السؤال إيهاب، كلمة أخلى نفسه لا يعني التخلي عن اللاهوت، اثنين لا يعني التخلي عن صفات اللاهوت، ثلاث لا يعني التخلي عن مجد اللاهوت، أربعة لا يعني التخلي عن المساواة باللاهوت. طب ماذا يعني الإخلاء؟ emptying himself. ماذا يعني الكينوسس؟ يعني عدم استخدام اللاهوت في ثلاث محاور أساسية. واحد في الانتصار على التجربة، اوعى تفكروا انتصار على التجربة لأنه لاهوته. اثنين في الانتصار على الشيطان. ثلاث في احتمال ألام الصلب. اوعى تفكروا كان الله يسوع المسيح، الله ظهر في الجسد يسوع المسيح، كان يتظاهر بالألم. أي أي لا، هذا كان ألم حقيقي. قضية الإخلاء كانت واحدة من التصريحات الأساسية اللي فيها أعلن الله أنه يتواضع. الأقنوم الإبن يقبل أن يتواضع ويخلي أحياناً أنه يقول ليست الإفصاح عن تلك المعلومة، واحدة منهم متى تأتي الساعة، ليست من صميم مسؤولياتي. الترتيب إيهاب فيه جزء من التواضع بأن كل أقنوم بحسب الترتيب. نحن نتحدث، أنا خايف أدخل بهذا المفهوم ما أطلعش منه بسهولة، في فرق بين ترتيب وتراتبية. يعني الترتيب يختلف عن التراتبية، ترتيب تراتبية، هيك أوضح؟ يعني لا يوجد أقنوم آب أعظم من أقنوم الروح القدس، ليش؟ لأن لهم جوهر
التراتبية، شايفين كيف بتحرك فيرتيكلي؟ تراتبية، ترتيب. نعم الترتيب بهذا الطريقة، والترتيب هذا يتحرك بحسب الفعل. يعني في الخلق الترتيب يتصدر الآب والروح القدس وكل شيء به كان. روحوا على رفع الصلاة، لما نصلي مين الذي يرفع الصلاة وينطق بأنات لا ينطق بها ومجيد؟ الروح القدس للآب باسم المسيح. هناك نمط في الكتاب المقدس يوجد فيه ترتيب بأن نتحرك إلى الآب باسم المسيح بالروح القدس. هذا الترتيب في الكثير من التواضع وليس التراتبية. نمط الطرح أن نتحدث مع الآب أولاً ثم الإبن، لا، مع الآب أولاً ثم الإبن ثم الروح القدس. فالترتيب جزء من مفهوم أعلن لنا إيهاب، ليس تراتبية أن في أقنوم أعظم من الآخر لأن لهم نفس ال... فهذا موضوع واضح صريح جداً. برغم ذلك نعم يوجد ترتيب صريح في الكتاب المقدس لا أستطيع تجاوزه. الهدف منه نمط يقدم لنا ليس للعظمة، لا يعني الإقنوم الأول. سؤال مثلا، وين شفتوا هذا الترتيب؟ يعني أنا طرحت آيات كثيرة، فجأة نتحرك يذكر اسم الله الآب أولا ومن ثم الإقنوم الروح القدس والإقنوم الإبن، وأحيانا العكس. ففكرة الترتيب النسق الموجود هو نمط موجود في الكتاب المقدس، لا يعني إطلاقا تراتبية. اثنين، لا يعني أن أقنوم أعظم من الآخر. ثلاثة، لا يعني أن أقنوم يعلو على الآخر. عم بحاول، سؤال إيهاب صعب، فعم بحاول قد ما أقدر أقرب من الإجابة، على الأقل أميز بين كلمتين ترتيب و... طيب كمان سؤال. وإحنا بنتعامل مع ناس عندهم أسئلة كتير عن الإيمان، هل حضرتك شايف أنه منطقة الإيمان هي الوسيلة اللي نقدر نربح بها الناس للرب؟ لا أعتقد أني عم بحاول أمنطق مفهوم الإيمان بقدر ما عم بحاول أن يكون للإيمان أساسات موضوعية قائمة على أساس حقائق. فالإيمان الحقيقي يبحث عن أدلة. من صاحب هاي المقولة؟ توما الإكويني؟ توما أو أغسطينوس؟ مش فاكر. أو أنسلم؟ مش فاكر. أعتقد واحد من الثلاث، خانتني الذاكرة. الإيمان الحقيقي يبحث عن أدلة، وليس الإيمان مجرد قبول الحقائق دون تدليل، دون فحص. للأمانة أقول، بدي أقول كلمة يا رب تفهموها من أخوكم. البساطة صفة للإيمان وليست أساسه. لسه ما خلصتش. الإيمان البسيط، نحن نصف الإيمان بأنه بسيط. إياكم أن تعتقدوا أن كلمة بسيط مرادفة لكلمة ساذج. لا، simple it doesn't mean silly. simple باللغة، بالدكشنري، بالقاموس، تعني straightforward. عندما نشرح الثالوث نتحدث باليونيتي ونتحدث بالسمبلسيتي. لما واحد يقول لي أنت إنسان بسيط، هذا compliment. أنا مش شخص بلف وبدور، مش شخص أتلاعب بالأشياء وأراوغ. يسوع المسيح كان سمبل. تعرفوا سمبل عكس معقد. فالسمبلسيتي سمبل. للأمان الإيمان البسيط هو الإيمان المباشر القادر يشرح الكلام، معنى كلمة فداء، معنى اصطلاح الغفران، معنى اصطلاح التبرير، مفهوم المصالحة، مفهوم بيشرحها من غير ما يتلاعب ويراوغ بالكلمات. للأمانة أعتقد رداً على السؤال، دائماً الإيمان هو القضية الأولى والأخيرة، ولكن برأيي ليس الإيمان الساذج، الإيمان الذي يبحث عن دلائل منطقية يعتمد عليها بإطارات موضوعية. أقول كلمة أخيرة في هذا السؤال المهم. الإيمان الشخصي لداني سمارني ينقسم إلى قسمين، نسبتين، Objective Reasons وسبجكتيف أو بيرسونال ريزنز. أسباب شخصية يمكن تكون ظهور، يمكن تكون رؤية. دير بالكم إنكم تقللوا من وزن الاختبارات الشخصية في الحياة، ولكن
ينبغي أن تكون نسبة الأسباب الموضوعية التي أقف عليها على أرض راسخة fundamental ground لازم تكون نسبة الموضوعية أكبر. كل واحد فينا لا يمتلك بالمناسبة لا يمكن أن نمتلك يقين. اليقين يكمل بأسباب شخصية. You have to have your own faith. You have to have your own terms. You have to have your own story with God. إياكم أن تؤمنوا وتتبنوا قصة القسيس أشرف مع الله. لا، كل واحد له قصته، كل واحد له مفاهيمه، وكل واحد له علاقته الشخصية وحكايته مع الله. بس جزء من هاي الحكاية أسباب موضوعية ينبغي أن نبحث عنها، خاصة في عصر ما بعد الحداثة الذي يطالب بوجود أسباب موضوعية. أخيراً، أسبابك الشخصية تستطيع أن تجعلك مؤمن ومتمسك وقوي جداً، ولكن لا تستطيع أسبابك الشخصية أن تشاركها مع الآخر فيصبح مؤمناً. أسبابك الشخصية أحترمها جداً وتدخلك السماء مع حبيبي يسوع المسيح، ولكن لا تستطيع أن تشاركها مع الآخر. بيقول لك هذا أنت خبرتك your own personal experience with God. أما تلك الأسباب لا يمكن مشاركتها مع الآخر. وما نبحث في هذا النوع من المؤتمرات والمدارس أن نبحث في أسباب موضوعية للإيمان. لذلك يقدم الجميع أسباب تاريخية للقيامة، تاريخ ومخطوطة وبردي الصبح مخنا. ليه؟ عشان أسباب موضوعية. ألا يكفي أنك تقول لي يا أشريف صدق المخطوطة دي على مسؤوليتي الشخصية عندما أقف قدام عرش الله؟ شريف قال لي مين؟ شريف. وشريف بيكون بالسماء ومبسوط مع حبيبي، والأخ واقف شريف أنا أنت قلت لي ما فيش. قلت لك You have to have your own story with God. عم تفهميني؟ نعم، هناك إيمان، وهذا الإيمان ينبغي أن يبحث عن أدلة موضوعية. فإصطلاحك منطقة الإيمان إذا أنا فهمها صح، ليس المنطق يستبدل الإيمان، ولكن إيمان يبحث عن أدلة ومنطق. يا رب أكون واضح.